السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا دوزتوا النهار ديالكم مزيان وبخير وعلى خير. بالنسبه للبنات اللي جدادات معايا في القناه، مرحبا بكم والف مرحبا. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي، ما تنساش ديري ابوني وديري لايك. هذا النهار شفتكم واحد الشهيوه زوينه، حتى هي سهله وما فيهاش مقادير بزاف، كيكه بالاناناس. غادي نبداو ان شاء الله ونقول لكم المقادير. عندنا 5 البيضات، 2 خمارات حمر، 2 لافانيات، عندنا كاس ديال السكر، عصير ديال الاناناس حتى هو كاس، وكاس الزيت، وعندنا نسلي كراميل كيكون ديجا يعني كراميليزي، وعندنا اناناس هذاك ديال العلب، عندنا قبصه ملح والخل. اي كيكه ديروها ديروا معقد الخل، كيخلي الكيكه زوينه وهشيشه. والفرينة على حساب يعني على حساب الخليط. بسم الله على بركة الله، ناخذ البيض. حاولوا ديما البيض ديروه في شي حاجة، على حساب تقدر يكون شي بيضة خاسرة ولا شي حاجة تقدر تخسر لكم البيض. انا درت هنا 5 د البيضات على حساب المول، كاين اللي كيكون عندها المول صغير ديري غير 4 د البيضات. نديرو كاس ديال سميدة، بعد نزيد لافانيات، نزيد الخس ديال الزيت، خس ديال الماء، العصير ديال الأناناس، هنا كنزيدو ديك المعقد الخل، كنضربو ناخذ لافارين. انا ها عندي فرينة ها مغربلة ديجا كنديرها هنا، كناخذ هاد الشاسية جوج كما كتشوفوا البنات. بعد ما درت الفرينه الخليط كيجي على هذا الشكل.
بعد ما دهنت الطاوة بالزبدة ودرت لها الدقيق باش ما تلصقش، من بعد ما ذوبنا داك ناسلي كنسرحوه كما راك تشوفوا، وكنصطفوا عليه هذوك القطع ديال الاناناس. من بعد ما ستفناهم كما كتشوفوا الديكور اللي درناه، دابا غادي نخويو الخليط ديالنا. من بعد ما درنا الخليط ديري غير هكا ضربي باش كيخرج داك النفس اللي كاين لداخل، ضربيش بالجهد غير بشويه، كتشوفي بحال شي بواق خارجين هنايا. ها هي البنات كيف ما كتشوفوا النتيجه النهائيه، راه كتجي رائعه وكتجي هشيشه. يلا خرجتها من الفران،